أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وصى والدي رحمه الله بعمل برادة شرب للماء أمام بيتنا، ولكني قلت أن البرادة سوف تعمل سنة أو سنتين ثم تتعطل، لذلك أعطيت أحد مدرس القرآن مبلغا من المال لكي يقوم بحفر بئر في بلاده في الهند لكي ينتفع به المسلمون هناك، وأخبرني أنه بعد فترة قام بحفر البئر وأن المسلمين هناك قد انتفعوا به. والسؤال: هل قمت بتنفيذ وصية والدي على وجهها أم لا؟ لا، ما قمت به. الوصايا لا تغير، الأوقاف لا تغير، وإذا أردت أن تنفع المسلمين في أي مكان من مالك تعطيهم من مالك، أما وصية الوالد ووقف الوالد لا تغير عما قال أبدا، ما دام إن مصلح صحيح فيبقى. نعم.